قد. طرح مجلس البلدية الشمالية مبادرة جديدة من نوعها تهدف إلى تحويل مجموعة من المناطق في المحافظة الشمالية إلى أراض خضراء على أن يتم زرعها وتشجيرها على يد أهالي المنطقة. وفي تصريح خاص لمركز الأخبار قال السيد محمد خليفة أبو حمود رئيس المجلس إن هذه المبادرة تهدف إلى خدمة الأهالي وخصوصا المتقاعدين، حيث يتم تحويل عدد من قطع الأراضي إلى زراعية لبعض الأنواع من المزروعات الخفيفة وتحويلها إلى مشاتل صغيرة. في عندنا طبعا مبادرة من المجلس البلدي بالشمالية لبعض المناطق اللي ممكن نحولها إلى مساحات خضراء بأيدي الأهالي نفسهم بالأمكان، يعني يمكن كثير المقترحات يرفعها الأخوان الأهالي، ممكن نحولها إلى مشاتل منتجة للأهالي نفسهم. يعني في بعض المزروعات الخفيفة البسيطة ممكن يستفاد منها، في رغبة كبيرة من الأهالي يعني المساهمة في هذا المشروع. لعل يمكن الأيام القادمة ستشهد هذه يعني النوع من المشاريع اللي نتمنى فعلا أن تكون هناك شراكة حقيقية بيننا وبين حتى القطاع الخاص للمساهمة في يمكن بعض المزروعات بعض البذور. أعتقد أن قادرين إن شاء الله أن نحول البحرين إلى خضراء ولو بهذه المساحات البسيطة.